بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه العينة عبارة عن أحد النباتات التي درستها في السابق، مثل ما تلاحظون هذا شكلها. تعيش في فصل الشتاء في درجة حرارة لا تقل عن تقريبا 10 فوق الصفر. طبعا تعيش هذه الفصائل أيضا في درجة يعني ارتفاع في البرودة، مثلا برودة تقريبا 10 فوق الصفر، وأيضا 1 تحت الصفر، 2 تحت الصفر ممكن تعيش هذه النباتات. مثل ما تلاحظون تتحمل الظروف المناخية الباردة ولا تتحمل البرود، يعني عفوا الظروف المناخية الحارة، كونها يعني تجف وتتصحر وتموت بسرعة بسبب قلة المياه المتواجدة. طبعا تم دراستها تحت المجاهر التشريحية، ومثل ما تلاحظون تحت المجهر التشريحي، وبعدها تم أخذ عينات ودراسة العينات تحت المجهر البيولوجي الكبير، ودراسة الخلايا وإيش موجود بالضبط. طبعا تم اكتشاف وجود فيها ميكروبات وطفيليات مثل فطريات البكتيريا وفصائل كثيرة جدا من الديدان. وأيضا نحط بعين الاعتبار أنه تأخذ يعني نوع من أنواع الأمان ضد هذه يعني العينات، ممكن تنقل لك أي نوع من أنواع الأمراض النباتية التي تعيش التي تنتشر فيها. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأنا أنصح يعني الباحثين في دراسة علم النباتات ودراسة علم الأمراض المتواجدة في العينات، لأنها ممكن يفيدنا في المستقبل.